السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في لقاء جديد مع وصفة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نحضر معكم الحرشة المغربية الأصيلة مع سر نجاحها. كتجي هشيشة ومقرمشة في نفس الوقت. صراحة كتستحق منكم التجربة. نتمنىكم تجربوها ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. مكونات بسيطة وبطريقة سهلة كنحصلوا على حرشة جد رائعة. اللي دقها عندكم غادي اكيد يسولكم على طريقة ديالها وعلى الكيفية كيفاش كتحضروها. ما نطولش عليكم اعزائي، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، عندي نصف كيلو سميدة رقيقة من نوع جيد، نصف زلافة سميدة ايضا، الماء لجمع العجين، نصف كاس ديال الزيت، الملح حسب الذوق، خمارة واحدة، ملعقة كبيرة سكر سنيدة. نبدأ على بركة الله. كنوضع سكر سنيدة، الملح حسب الذوق، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنضيف الخمارة، خمارة واحدة من وزن 8 غرام. كنحاول ان نجمع المكونات مع بعضهم، كنخلطهم جيدا، وكنضيف الزيت يعني نصف كأس زيت المائدة طبيعة الحال. كنحاول نخلط هاد المكونات مع بعضهم حتى كنحصلوا على هاد القوام هذا، يعني السميدة كتولي شرب داك الزيت كامل اللي ضفنا. كنخلط جيدا وكنبدا نضيف الماء شوية بشوية، وانا كنخلط غير بالاصابع يعني ما كندلكوهاش، كنخلطوها شويه بشويه كيف ما كتشاهدوا يعني بالاصابع ديالنا. كنضيف الماء تدريجيا وانا تنخلطها، من الافضل نخليوها خفيفه شويه كيف ما كتشاهدوا. غادي نزيد شويه الماء حتى كنحسوا بالسميده صافي، ما بقاتش كتبغي تشرب الماء صافي، يعني كيبقى واحد شويه الماء فوقها. وكنتوقفوا حصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. غادي نوضعوه على جنب وغنمشيو ندهنوا المقلاه ديالنا بالزيت زيت المائده بطبيعه الحال. غندهنوا جميع الجوانب، كنضيف واحد الكميه يعني كافيه للمقلاه، كندهنوها جيدا وتنضيفوا السميده يعني كنرشوها بالسميده كيف ما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نقصوا جميع الجوانب ديال المقلاه وتنمشيو كنلقاو سميدة الخليط ديالنا يعني شرب هذيك الميه اللي كنا ضفنا. كنقادوها بيدينا على هذا الشكل هذا وكندردرو عليها السميده، يعني هذا الوجه اللي درت فوقه السميده هو اللي غيجي فوق المقلاه. كنقلبوها على هذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله باش تصوبوا الحرشه. وكنبقاو نضيفو السميده شويه بشويه وحنا كنضغطو عليها بهذا الشكل حتى كنقادوها على المقلاه. يعني انا عندي المقلاه كتهز لي نصف كيلو سميده، يعني عندكم المقلاه كبيره من الافضل يعني تزيدوا سميده، يعني ديروا الكميه ديال السميده على قد المقلاه ديالكم. كنبقاو نقادوها بيدينا على هذا الشكل باش يجيونا جميع الجوانب يعني عندهم نفس السمك، ما تجيناش جهه غليظه وجهه رقيقه. تنبقاو نقادو كنضيفو السميدة مع الجوانب، المهم حتى كنغطيو الوجه كامل. وكنجيبو واحد الملعقة صغيرة كنقادو بها الجوانب. طريقة جد سهلة وفكرة جميلة ديال هاد الملعقة هادي، كتخلي لنا الحرشة مقادة. كنقادوها من الجوانب وكنقادو حتى الوجه ديالها بالملعقة باش ما كيبقاوش يبانوا لنا يعني الاصابع، اثر الاصابع مثلا، او يعني كيجي لنا الوجه ديالها رطيب كيجي مقاد. وكنساليو وكنوضعوها فوق النار، كنخليوها كنحسوا بها حتى كطيب من تحت. كنحركوها، ملي كتحرك معنا كنحسوا بانها راها صافي وجدت يعني ناضجه من تحت. وكنقلبوها على هذا الشكل هذا، كنرجعوها في المقلاة باش طيب من الوجه الاخر.
كنردوها فوق النار حتى كتحمر، كتجينا على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، يعني العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش قليله باش ما تيبش لينا الحرشه. كنحصلوا عليها بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا، مغلضه مرقيقه ولكن راها صراحه كتجي رائعه. الى حطيتوها للضيوف ديالكم غادي يحمقوا عليها، وليداتكم اكيد غادي تعجبهم صراحه. كتجي المذاق ديالها زوين، كتجي هشيشه بزاف، المنظر ديالها جميل. نتمنىكم تجربوها ونتمنىها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك للفيديو، واذا كنتو كتشاهدوا القناه لاول مره ما تنساوش الاشتراك بها وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى الملتقى.